كاين 156 حادثة وقعت فيها من تسريب القاسمات وتوزيعها في الشارع، دي حاجة في عنق يعقوب، فهمت لنا واش من فايدة يأتي بها. ثم أيضا حشو لا 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 صناديق الاقتراع وتصويرها، يعني كأن الفاعلين يتباهون بذلك، كأنهم يتباهون بذلك. لكن النيابة العامة قد أحيطت بكل ما هو مساس بسلامة الاقتراع، وعدد الإحالات على النيابة العامة هو 41 إحالة على السادة النواب العمون، وكل التحقيقات ستتم، وكل مرتكب سينال جزاؤه.